حالة من الجدل حوالين أسباب زيادة الخلافات الأسرية وكيفية التعامل معها داخل الأسرة. مشاكل كتير بتحصل بعد الطلاق زي تبديد المنقولات الزوجية أو النفقة، أو قبل الطلاق زي الإهانة والضرب. أصوات كتير بتطالب بضرورة حل الخلافات الزوجية أو حتى خلافات ما بعد الطلاق بشكل ودي، وضرورة التزام الطرفين عشان نحافظ على ترابط الأسرة ونحافظ على الأطفال أسوياء. وفي الجهة المقابلة في أصوات شايفة إن تشديد العقوبة وحبس الزوج هو الحل. حضرتك مع أم ضد تشديد العقوبة بحبس الزوج في حال عدم دفع النفقة أو الإهانة أو تبديد المنقولات؟ مع تشديد العقوبة في حالات معينة إذا كانت تستحق. ده أمر يجب أن يكون للمحكمة كسلطة تقديرية للمحكمة بيحكم بها القاضي من حسه ووجدانه. في حالة تأثير الزوج في نفقة الصغير بالذات أو نفقة الزوجية طبعا لا يستوجب عليه تشديد العقوبة. أنا مع تشديد العقوبة. معي طبعا، أصلا اللي بيهين غيره يبقى بيهين نفسه. العقوبات الموجودة حاليا كفيلة بأنها يعني ترضع الزوج أو تخليه ملتزم بالنفقة. لو في تفاهم، لو في قناة تقدر تخش بين الاتنين وتصلح بين الاتنين ده يبقى افضل كتير قوي. عقوبة على ايه؟ بحبس الزوج او عقوبة؟ انا بعمل منه مجرم. انا مع القانون ولكن بالرحمة، مع الحكم المشدد لو حد ظالم ومش راضي يدفع، لو هو ظالم بس تبقى اتأكدت ان هو ظالم. لو حبينا نوجه رسالة لكل زوج وزوجة لحل الخلافات الزوجية بدون مشاكل، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال وجعلنا بينهم مودة ورحمة. أي مشكلة في الدنيا ليها حل. طبعا حل المشاكل الأسرية بيكون بالتفاهم في الأول، مفيش طبعا بيكون للأهل، أهل الزوجة وأهل الزوج. ربنا يهدي سرهم. طبعا الهدوء أهم نقطة، ما ولا ده يتعصب ولا يتعصب. يرجعوا للدين، والله الدنيا بسيطة جدا جدا جدا. احنا اتجوزنا وبيبقى في بيننا عيل عيلين، فوق كل واحد يحترم التاني. شو انت الحاجه اللي بتضايقه بنقص منها وتحب بنقص منها؟ مش من اول غلطه المفروض بتحصل بين الزوج والزوجه يطلبوا على طول الطلاق واحنا مش قادرين نعيش؟ لا، المفروض يبقى فيه تفاهم اكتر من كده.